أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم ذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله له الفرج. في الحديث عن جابر الجعفي عن جابر الأنصاري أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله: هل ينتفع الشيعة بالقائم عليه السلام في غيبته؟ فقال صلى الله عليه وآله: إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها، يعني غطاها السحاب. في الحديث الآخر عن الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: لم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها، ولولا ذلك لم يعبد الله. قال سليمان: فقلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. قضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام قضية أريد من خلالها أن تقحم وتدخل البشرية في الطور الثالث من أطوار تكاملها ونموها وتقربها إلى الله سبحانه وتعالى. الطور الأول الذي عاشته البشرية كما يعيشه الإنسان، أي إنسان، هو طور الحس، وتجلى هذا الطور بشكل خاص وواضح في الطور الأول للرسالات والأديان الإلهية، الطور الموسوي. ولذلك نشوف المعاجز التي جاءت بني إسرائيل، معاجز ذات طابع حسي مشهود، يعني مو مختص بجماعة معينة أو بثلة معينة من الناس أنها ترى المعجزة وتفهمها، أنها ترى المعجزة وتفهمها، لا، مو جماعة معينة، وإنما الكل، الكل يشوف انشقاق البحر، الكل يشوف تحول العصا إلى حية، الكل يشوف إرسال الضفادع والقمل والجراد عليهم، وهكذا بقية الآيات الأخرى التي كانت في زمن بني إسرائيل. كما الإنسان الصغير تريد تربيه ما تعلم على أشياء ما يدركها ولا يشوفها ولا يشعر بها، يعني تريد تدربه على الصلاة، ابنك الصغير قل له: يا ولدي إذا سويت الصلاة، قمت بالصلاة أو فعلت الشيء الطيب الجيد أعطيك حلاوة، أشتر لك سيكل، أعطيك هدية، وإذا سويت الشيء السيء في عقوبة، هي الإعراض عنك، هي منعك من الموبايل مثلا هالأيام هذه، امنع من كل شيء بس لا تمنع من الموبايل. فهذا تربيه، لأن التربية هني تحتاج إلى بعد حسي لأنه ما يفهم غير هذه الأمور. يعني ما تروح تقول له: ترى أنت تصبح إنسان ما لك قيمة في المجتمع. الطفل وش فهمه؟ ما صار لي قيمة في المجتمع، لا أسد ليش أصل. الطفل لا ما يفهم هالمسألة هذه، ما تعني إليه القيمة الاجتماعية شيء. بعد ذلك يكبر، كما كبرت البشرية في عهد عيسى عليه السلام، أصبحت
المعاجز وتوجهات الرسالة ترتبط بالجنبة المعنوية، جنبة غير محسوسة بالحس بالمادة بالعين باللمس، ولكنها محسوسة بالمشاعر. ولذلك نشوف المسيحية إلى حد يومنا هذا ذات طابع معنوي عاطفي مثل ما نقول. ولكن في عهدي الرسالة الإسلامية ارتقى الإنسان إلى جنب أعلى، ولذلك بدأت الرسالة الإسلامية تربي الإنسان مو فقط على اللامحسوس بل حتى اللامعقول، وأنها أرادت أن تشير إلى الإنسان أنك يا ابن آدم لك طور أعلى من طور الحس ومن طور العقل. أنت قاعد تفعل كل أفعالك بطور الحس النفس، أو اتطورت أكثر وصرت من العلماء ومن المثقفين ومن الكتاب ومن أصحاب الرأي، فصرت تفعل أفعالك بالعقل. مثل لما تتعارك يا إنسان، لما تكون في الرتبة الحسية مباشرة تتعارك يا إنسان، يعلو الصراخ، تتحرك الأيدي، كل واحد يتخذ موقف دفاع ثم موقف هجوم، ويؤدي الأمر إلى قتال وإلى شجار وإلى فقد أرواح. المجتمع لما يتطور ويصير بينه خلاف كما هو في المجتمعات المتطورة الآن، تنشفون الخلافات اللي موجودة في أوروبا وبين الناس الأوروبيين أكثر احتدام وأكثر خلاف من الخلافات اللي بين المسلمين. في أوروبا يعيش العلماني والملحد والمؤمن تمام الإيمان، وحتى المسلم يشعر بأن وضعه هنا أفضل. ليش؟ لأن هناك الاختلاف رايح لمرحلة أعلى، طور أعلى، صار اختلاف بيننا، إذا نختلف بعقلنا. أنت واش حجتك وأنا واش حجتي؟ تفضل اطرح حجتك على المنبر وفي التلفزيون وفي الإعلام، وأنا اطرح حجتي، والناس هي اللي تقرر من هو الأصح واللي تريد تنتخبه، كما قاعدين في دعاية انتخابية. لكن في المجتمعات المتسافلة والمجتمعات اللي ما زالت في طور الحيوانات اللي بحمد الله نعيش في أكناف هالمجتمعات هذه، يوم نختلف معها وش يصير؟ مباشرة تستجلب القوات وتروح البرقيات، ويستنفر كل فرد كل قدراته لهدم مساجد الآخر، لحرق قرآنه، لقتله، لسجنه. ما يعرف هذا غير هذا المستوى. ليش؟ لأنه حيوان، هو في أفق الحيوانية. الحيوان ما يدافع عن نفسه بالعقل والمنطق، العقل والمنطق من خصائص الإنسان. الحيوان يدافع عن نفسه مخلبه وبنابه، صح؟ فلذلك المجتمع لما يصير بهالمستوى ما يحتاج يعني باحثين اجتماعيين يجون يقررون ان هذا المجتمع في اي مستوى، ولا يحتاج الى قرار من مجلس الامن، ولا يحتاج الى شيء. لا، هذا مجتمع حيواني، هذه آداب الغابة مو آداب الانسان. الانسان لما يختلف فيه الانسان، الدين العقل يقول لي شنو حجتك؟ قل هاتوا برهانكم. هذا هو الدين، هذا هو العقل. طيب، فلما ينتقل الإنسان من طور الحس والنفس إلى طور العقل، بعد في طور أعلى وهو طور الروح اللي فوق العقل، في أشياء قد العقل ما يستطيع أن يفهمها ويدركها. هنا جاء طور الإسلام الذي بدأ بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، المبعوث بالرسالة وخاتم الأنبياء، ويستكمل هذا الأمر
بالقائم الحجة بن الحسن عجل الله له الفرج، إن الطور الذي يدخل فيه الناس أو يدخل فيه الناس هو طور الروح، طور أنه كيف نسوي الأمور لا بالنفس ولا بالعقل وإنما بطور أو بقوة من النوع الثالث تسمى قوة الروح. أمثل لك مثال بسيط يفهمك الفرق بين هذا وذاك، بين قوة النفس، بين قوة العقل، بين قوة الروح. الآن أنت لما تريد تحضر من بيتك إلى هذه الحسينية أو هذا المحل المبارك، إذا كان بيتك مثلا يبعد كذا مسافة كذا 10 دقائق، فطبيعي تحتاج إلى أن تحرك رجليك، إلى أن تفتح باب بيتك، إلى أن تفتح أيضا باب المأتم، إلى أن تأتي من الطريق الذي يوصل بين بيتك وبين المأتم. يعني لو أردت أن تحضر إلى المأتم ولكن باب بيتك مغلق تقدر؟ لابد تدور لك منفذ آخر وتطلع من النافذة مثلا. جيت المأتم وأردت الدخول والأبواب مغلقة أيضا، بعد ما راح تقدر تدخل، لأن هي طبيعة النفس والجسد أنها مادية تنتقل من خلال أوضاع معينة إلى أن تصل إلى الشيء اللي تريده. ودائما أنت لما تريد تصل إلى شيء بالمادة لابد تستخدم المادة، تريد توصل صوتك إلى الناس لابد تستخدم وسيلة مادية عشان توصل هذا الصوت. لكن لما تجي تريد تستخدم عقلك، تريد تنشر فكرة، تريد تخلي إنسان يؤمن بفكرتك، يعني مو تقول صوتي أرفع، لا، يعني حجتك ويش، شنو دليلك، شنو برهانك اللي يقدر يقنع الآخر. فإذا قمت رفع صوتك واستخدمت قلت لك قواتك العسكرية، ما يحتاج يقول لي أنت شنو، أقول لك أنت حيوان مو إنسان، ما يحتاج، لأن أنا أفهم الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى كرمه وأعطاه العقل وأعطاه اللسان وأعطاه العينين والأذنين عشان يفكر ويستنتج ويعبر عما في قلبه ومكنونه وعقله ويقنع الآخرين بأفكاره. فيرتقي الإنسان من رتبة الحيوان إلى رتبة العقل. طيب، العقل لما يفعل الأشياء يفعلها بشكل أسرع من النفس. يعني انتقالك من بيتك إلى هذه الحسينية وهذا المأتم احتاج 10 دقائق، لكن انتقالك بعقلك ما يحتاج شيء. الحين لو قلت لأي واحد منكم روح لبيتك، ارجع إلى بيتك، تصور مطبخ مالكم، حجرة ما أدري، الجلوس، القاعة، مباشرة يقول لي بس أنت من قلت كذا سيدي راح بيتنا، أصلا يمكن أنا جيتك بجسمي وقلبي بعد هنا، مو كذي؟ فالعقل قدرته على الانتقال قدرة أكبر. طيب، ما بالك بقدرة الروح بالنسبة إلى قدرة العقل؟ الله سبحانه وتعالى شنو يعبر عن قدرة الروح؟ يقول يعرج إليه الملائكة والروح في يوم كان مقداره كم؟ 50,000 سنة. يعني اللي تسويه البشرية كلها بكل أفرادها، ما أدري كم، ولا أنت تدري حتى كم من مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى من البشر منذ آدم إلى آخر مخلوق على الأرض، كم ما ندري ولا نقدر نعدهم ونحصيهم. هذا فعل البشر هؤلاء كلهم خلال 50,000 سنة تفعله الروح في يوم واحد. يعرج إليه الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذا قدرات الروح قدرات غير محدودة. طور الإمام المهدي عليه السلام هو من هذا النوع، يعني راح تكون الأفاعيل والأفعال التي تكون في زمانه والتي الآن بدأت ملامحها تلوح وتبين. يعني أشياء قاعدين نشوفها على التلفاز وقاعدين نسمع عنها ونعيشها
ونؤمن بها اللي لحد الآن محير العالم، معركة القصير اللي بنوها خلال سنوات من حيث الأنفاق، من حيث الأسلحة، من حيث التكتيكات، وإذا كل القضية يقول لك خلال ساعة واحدة من بعد نصف ساعة من صلاة الفجر ما طلعت الشمس إلا كل شيء خلص. ما تنحسب هذا بالرياضيات، ما تنحسب ولا بالاستراتيجيات العسكرية إن شاء الله لو دارس في أي جامعة. ليش؟ لأن الروح لما تفعل الفعل تفعله بشكل حتى العقل ما يستطيع يستوعبه، ولا العقل يستوعب. أنت بالله عليك الآن خل أي إنسان يفكر بعقل، قول لي رايحين لاحتفال لإمام استلم الإمامة كم عمره؟ 5 سنوات. ها قل لك عاد يا رجال احترم عقلك. اليوم وصير 70 سنة وصير رئيس علماء المسلمين هو خروف ما يفتهم كيف الصح من الخطأ، وانتون قاعدين تقولون عندكم إمام عمره 5 سنوات. أكو 70 سنة عمره ما عارف وين أحط رجوله، يطلع فتاوى بقتل المسلمين. 70 سنة دارس في الأزهر وغيره ويطلع كالحمار يحمل أسفاره، ويطلع كمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صح ولا لا؟ مو صح. هذا لين المثلين لما أضربهم لأن الله سبحانه وتعالى ضربهم للعالم الخائن لعلمه. أسوأ مثالين ضربهم الله عز وجل في كتابه للعالم اللي ما يحمل علمه ومقتضيات علمه. فمثله كمثل الكلب، منه بلعم بن باعورة، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه وأخلد إلى الأرض ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل العالم. وأولئك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا تقول أنا عنيف في ألفاظي، إذا عندك اعتراض على رب العالمين إلى أن يقول لك هذا الموصب، هذا المنصب، هذا الموقع خطير، بس تعال صير زعيم المسلمين وتصير الفتاوى بإيدك تلعب بها. هذا بعد إحنا ما تحكينا عن واحد ما يعرف المبتلى من الخبر وما يعرف أحكام إنه وأخواته، مثل النماذج اللي عندنا في البلد اللي يصعدون المنابر وكسر في اللغة العربية غير الدين وهو أفشل الفاشلين. احنا تكلمنا عن رئيس علماء المسلمين اليوم يسمونه. فأنت لما تجي في المقابل تقول احنا نحتفل بولادة الحجة بن الحسن 5 سنوات تولى الإمامة وغاب بعد هالخمس سنوات، و1400 سنة اليوم 1450 ماذا 1440 سنة يعيش، أو 1200 وكذا سنة يعيش. هذا كله ويش؟ كل حكي فاضي. يقول لك هاشي وش تكلمون انتون؟ انتون قاعدين الناس اليوم منطق وعقل وبرهان وصواريخ وما ادري شنو، وانتون قاعدين تكلمون في اشياء العقل شنو ما يقبلها ابدا ابدا. هذا المنطق اللي هو صار اليوم الصنم اللي يعبد من دون الله، هذا العقل اللي يسمونه، ها، اللي يخلي الانسان ما يؤمن بالقضيه اللي انت تتعلمها وانت طفل صغير 5 سنوات اللي خلاك تصدق بها وتجي الى هني شنو؟ ايمانك، ايمانك. يؤمنون بالغيب، كيف يصير ما ادري يا ربي. وهذا هو المطلوب في قضية الامام المهدي عليه السلام. يعني مثل ما الامام يوم من الايام لما يجي واحد يسأله يقول له يا ابن رسول الله عرف لي البركة، قل لي البركة ويش هذه؟ واحنا قلنا نقول انسان مبارك، بركة في رزقنا، وش يعني البركة هذه؟ الإمام جاب لي مثال حسي، أراد يقول لي ترى البركة بعد شنو؟
البركة من الله سبحانه وتعالى. إذا الله يخلي البركة في رزقك، مو المسألة راح تكون بأنك قاعد من الصبح وطالع السوق وجايب آخر موديل بضاعة وأنك ماخذ أرباح بنسبة 50 أو 100%. لا 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 لا، المسألة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فيقول لي شنو البركة يا ابن رسول الله؟ الإمام جاب لي مثال لطيف جميل يعيش الإنسان. قال لي كم تلد الشاة في العام؟ الخروف على قولتنا الغنم كم تجيب لها؟ قال 1-2 بالأقصى، يعني بالأقصى إذا جابت الغنم تجيب لها 2، عادة 1 بالأقصى 2. قال لي زين الكلبة أو الكلب كم تلد في العام؟ قال 6-8 جراء. هذا واحد مو نسبة المواليد عند الكلاب أكثر من نسبة المواليد عند الشياب. زين، ما الذي تأكله الناس أكثر، الشيات لو الكلاب؟ حتى في الصين يعني يأكلون الكلاب وغيره، بس بعد مع ذلك شنو الخرفان أكثر يأكلونها. فقال لي أكيد الناس تأكل الشيات. الإمام يقول لي يسأله، يقول لي هل رأيت قطيع كلاب قط؟ شايف لك قطيع كلاب أنت؟ المعادلة الرياضية تقول هذه مواليدة أكثر مو، والناس تأكل أقل. بعد وش النتيجة الرياضية؟ جيب إنشتاين، جيب مدري فلان، قول له قول له ما يبلها شيء، مدخلات أكثر ومخرجات أقل. فمفروض الحساب يصير عند صاحب المخرجات، المدخلات الأكثر والمخرجات الأقل يكون حسابه أكبر غير. فالإمام يقول له هل رأيت قطيع كلاب قط؟ أنا شخصيا ما شايف قطيع كلاب إلا في وين؟ أفلام الكارتون مثلا، صحيح؟ لكن قطيع غنم، قطيع غنم ما في بلد من البلدان اللي تشوف فيها قطيع غنم. هذه هي البركة. فالبركة منطق شنو؟ مو منطق رياضي ولا منطق مادي، منطق إلهي. قضية الإمام المهدي عليه السلام أيضا من هذا النوع، من هذا القبيل، في كلها، في أصلها وفي منتهاها. يعني ما تستطيع أن تستوعب قضية الإمام المهدي إذا بتحسبها بالاستراتيجيات وحسب نظريات المعهد الفلاني والمركز الفلاني وهذا طبعا يعطينا شيء ينبغي لنا أيها المؤمنون أن نلتفت إليه. اليوم ما زلنا في كثير من الأحيان نحرم من النص، لأن احنا ما زلنا نفكر بالطريقة القديمة. احنا المؤمنين ما زلنا نفكر بأن الغلبة راح تكون لما القوى الإقليمية راح تكون وياك. الغلبة لما راح يكون عندك أسلحة متطورة، لا. بالمناسبة أنا كنت ألقي هذه المحاضرة تقريبا نفس المضمون في رأس رمان قبل كم ليلة، قلت الأسئلة اللي احنا نطرحها كثيرا حول أنه كيف سينتصر. يعني بالله عليكم اليوم تون تعرفون ان السلاح النووي الموجود عند اي دولة تمتلك سلاح نووي بدءا من اسرائيل وانتهاءا بامريكا مرورا بالصين، المانيا، بريطانيا، فرنسا، ايران، باكستان، الهند، هذه كلها تملك سلاح نووي. كل دولة من الدول السلاح النووي الموجود عندها يكفي لتدمير الكرة الارضية 50 مرة. 50 مرة كلها. طيب الإمام إذا خرج عليه السلام يعني دين كلهم بصيرون أوادم؟ خب صاروا أوادم الإيرانيين، الصينيين شلون؟ الصينيين هم إن شاء الله صيرون أوادم، الروس هم صاروا أوادم، الإسرائيليين يسويهم أوادم؟ ها؟ اللي بيشوف سلطته راح تروح ضربة على الزر النووي انتهت المسألة، العالم كله الإمام وش يسوي؟ فكنت أقول للأخوة في شيء جدا بسيط
الآن بالله عليك أنت لو عندك السلاح النووي كله وتحت إيدك بس نايم نايم وأنا عندي عصا بس قاعد، تشتري سلاح تشتري عصاي لو تشتري سلاحك النووي؟ أنا قاعد أتحرك والعصا بإيدي وأنت السلاح النووي كله تحت إيدك ولكن شنو؟ نايم. أبسط سلطان عند صاحب الولاية العظمى السلطان الأكبر الحجة بن الحسن، أبسط سلطان هو سلطان النوم، أن يلقيه على من يشاء. طبعا أنا خلصت المحاضرة، كان إياي أخونا دكتور عادل الله يحفظه، دكتور عادل عادل عبد الله دكتور مهندس، فرحت خلص المحاضرة نزلت له نايم، دكتور اقعد اقعد، فقلت لهم الحين منه احسن دكتور ونايم لو مو دكتور وقاعد؟ ها، فابسط شيء يخليك لا تفكر في الامور ولا تهتم ايها المؤمن ان عنده من الولايه ومن السلطه اللي ما في داعي تحملون هموم وهم. الشيء اللي نحتاجه هو أن نصل إلى رتبة التسليم بأن الله على كل شيء قدير، كما الآيات كثير تعبر إلينا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وإن الله على كل شيء عليم. غرض كل هالأمور أن تصل أيها الإنسان إلى هذه الرتبة والثقة بربك بأنه قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. التسليم المطلق هو المطلوب في تعاملك وتعاطيك مع قضية الإمام المهدي. وتقول لي زين كيف أعرف إن أنا صرت مسلم؟ التسليم وش علامته؟ التسليم شنو علامته؟ علامته كلش سهلة وبسيطة. شوفه في ولدك، هذا ولد مطيع لو غير مطيع، مسلم لو غير مسلم. إذا قلت له يا ولدي قوم روح جيب لي قلاص ماي، قال لك شنو؟ سمعا وطاعة يا أبي. لكن إذا قال لك يا أبوي الحين تبغى له بعد خمس دقائق أنا أجيبه، لو أقول له أختي وأخوي يجيبه أصلا حق وش تشرب ماي أنت؟ وش رأيك أجيب لك شربة؟ لما تنزهق أنت تقول له فكني يا رجال بس ما أبغى شربة الماي هذه. مجري التسليم معناه قطع السؤال، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا أبتي شنو يا أبتي؟ هذا على ذبح، إحنا على قلاص ماي نمرر آبائنا وأمهاتنا، يا أبتي افعل ما تؤمر. بعدين شنو يقول رب العالمين؟ يقول فلما أسلما، اثنينهم الذابح والمذبوح، هنا التسليم. لذلك قضية الإمام المهدي عليه السلام، شوف رواية أئمتنا أنه ترى ما راح تشوفونه ولا راح تعيشون وياه وتمشون وتروحون وياه إلا إذا وصلتون أنفسكم إلى هذه الرتبة. هذه الرتبة مو هو يوصلكم إليها، أنتون وصلتم أنفسكم إليها. إذا وصلتون إلى هذه الرتبة، الله يرحم الشيخ بهجت كان يقول لا تعب روحك إذا تبى تشوف الإمام المهدي ورايح 40 يوم ما أدري مسجد السهلة ورايح مسوي الصلوات الفلانية، يقول صير خش آدمي بيجيك هو البيت، صير خش آدمي هو عليه السلام بيجيك البيت عندك. لا تتعب نفسك بصلوات وأعمال واجد، الإمام يريد ناس إيمانها إيمان صلب، إيمان مو قائم على أنها إذا انتصرت آمنت بالله، انهزمت كفرت بالله. لذلك الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عن عبد الله بن الفضل الهاشمي يقول قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. كل إنسان مبطل راح يطلع بطلانه، راح يطلع الخبث اللي فيه. ما في مسألة شيعي سني، ما كل حكي هذا ترى،
هذا شيلوها من بالكم. الإمام مو إلى إنه وإلى فلان وفلان، الإمام لكل الناس. ولذلك ترى يمكن يسبق مسيحي، يمكن يسبق، لا تقول بعد أنا عربي ودلك فورس، لا لا ما في الحكي هذا. أصلا في الروايات إن في أصحابه 313 العرب فيهم مثل الشعر البيضاء في الثور الأسود، أقل ناس حظا العرب. وكو قاعد يشوفون العرب قدامكم. فقلت له ولما جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ يرد الراوي يسأل إذن ليش غايب هو؟ فقال عليه السلام وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره. شلون؟ كما لم ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. بعد ما افترق وقال لي ترى الأمور هذه اللي سويتها وفعلتها ما فعلتها شنو عن أمري، هذا عن أمر الله عز وجل، بس أريد منها أنك أنت يا موسى تتربى، تتعلم كيف تصبر على الأشياء اللي ما تدري وش وجهها. مو بس نصبر على الأشياء اللي نعرف وين رايحين فيها، لا، الصبر والتسليم لابد يكون في الشيء اللي ما أعرف الله ليش قال لي، ما أدري ليش أنا يعني صلاة الصبح مفروض خب أوكي ركعتين صحيح لأن الوقت عادة إنسان يواصل النوم، بس يعني صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، الشمس حارة وكذا، يا ربي شان خليت المغرب 4 ركعات أنسب الجو بارد، ما فيها الحكي هذا. ولك رب العالمين في القضايا العبادية ما يقول للناس ليش، ولا تحاولون أيها الناس تفكرون بعقولكم، أمر تعبدي يسمونه. فالإمام أيضا يقول يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وعيب من عيب الله وغيب عفوا من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا. كل أفعاله حتى لو ما أدري ليش أصلا ولا أسأل، تعرف السؤال هذا نزل الملائكة لما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها؟ أنت اليوم ببركة القرآن تقول شنو؟ تقول لا يسأل عما، ها؟ منه؟ لا يسأل عما يفعل رب العالمين، ما من حق أحد يسأله. لذلك الملائكة من سألوا هالسؤال طلع إبليس من وسطهم، وصار إبليس كله وجوده وجود اعتراض، ليش وليش 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 وكيف وكذا ومتى يصير هذا، وما وصل لنتيجة أبدا. شوف السؤال لما لله عز وجل، ما أقول لك لا تسألني، أنا إنسان بشر أخطأ أجهل أشياء كثيرة، لكن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل لأن حكيم، والحكيم لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. فلذلك إذا شفت أمور جدتك في حياتك وما فهمتها لا تنطق والعياذ بالله بكلمة الكفر، ترى هاي تصير بعض الأحيان كلمة كفر اعتراض على الله عز وجل. بعض الشباب شفتهم فقدوا إيمانهم، سمعتهم بإذني رحت لهم لبيوتهم بعد ضربة الدوار، كان يقول وين رب العالمين؟ رب العالمين يعني يكون موجود يوم اللي تنتصر؟ أقول حسين قتل، والحسين أشرف مني ومنك، ومو بس قتل بعد قتل أي قتلة. لا يصير مدار إيماننا ضعيف، هذا الإيمان الهش هذا ما يصلح أن تكون من جنود المهدي، أن تكون تابعاً إليه، أن تكون مطيعاً إليه. يحتاج إلى إيمان لو شفت العالم كله في طريق وانت معتقد بأن هذا طريقك صح، وانت بروحك في الطريق تقول أنا أبقى على هالطريق، هذا الإيمان اللي يحتاج الحج عليه السلام. لذلك في الدعاء الذي أئمة أهل البيت عليهم السلام علمونا إياه في زمن الغيبة والفتن، الرواة يقول لهم الإمام ما راح تدركون ذاك الزمان، ما عليه
عطنا شيء يستفيدون منا اللي بيجون بعد ألف وكذا سنة، بتجيهم مصائب وبتجيهم مشاكل، فتن آخر الزمان. الرواية تقول تلعوا من يشق الشعر شعرتين حيرانا. حقهم يعني بعض الناس، والله المصائب اللي شفناها مو قليلة أبدا، مو قليلة. ناس محترمين مقدرين دكاترة، أنا شخصيا رحت لهم بيوتهم، زوجاتهم اتصلوا وقالوا الرجال يخاف يطلع يشتري خبز لأنه شاف حيوانات. أي حيوانات؟ والله الحيوانات ما تفعل الذي فعلوه هؤلاء البشر. يسمون نفسهم بشر، وسمون نفسهم ديمقراطيات، وسمون نفسهم. من حقهم يعني بعض الناس، إنسان يعذرهم لما يشوفون هالحيوانية هذه اللي تستثار اليوم. كل يوم نشاهد منظر، وكل يوم نسمع خبر في كل محل في العالم. هالسفياني هذا الرديء الخسيس الوسخ اللي منطلق في كل أنحاء العالم، يهدم مساجد المؤمنين، يقتل المؤمنين، يحاربهم. هذه الدعوة الوهابية، خوارج العصر، هؤلاء هم. هذه الحركة اللي ما صارت في حياة البشرية أبدا، القتل على التهمة والظنة، ويقتل لك حتى الأطفال بلا أي ذنب. لما يسأل الرواة الإمام إن إحنا لما ندرك ذلك الزمان ندعو بأي دعاء، الإمام يقول له هذا الدعاء، دعاء الغريق: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وهذا اللي يخلي الإنسان اشتياقا لمولاه صاحب العصر والزمان أشد من اشتياقه إلى آبائه وأمهاته وإخوانه ومعشوقته وحبيبته وسيارته ومدري شنو. لأنك إذا حجة الزمان ما عرفت ضللت عن دينك. وشنو قيمة الإنسان إذا متدين ولكن ضال كما كثير من الناس؟ هذا دين؟ هذا دين اللي يقدم اليوم إلى البشرية؟ هذا دين الرحمة؟ هذا دين الإسلام؟ دين القتل والتفسير والتكفير؟ الإنسان إذا ما عنده علاقة بحجته، بحجة الله على الأرض، الدين ما إلى أي قيمة. لأني إنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. طيب شلون أعرف حجته؟ أعرف حجته يحتاج إلى تسليم حجته. اليوم أنا ما أسلم إليه في الأمر الفلاني، أخر علي النصر، الله عز وجل ما يصير. الله عز وجل إذا إحنا نؤمن به ونتابعه مفروض يعطينا النصر. إحنا كنا متوقعين النصر في الذكرى السنوية للثورة، مفروض نفس الشيء. أنت متوقع رب العالمين قاعد على توقعاتك يعني وعلى رغباتك؟ لذلك الإمام يقول بعد ذلك في نهاية الدعاء، هذا الدعاء نفسه، هذا أوله: اللهم عرفني نفسك. في آخره الإمام يقول: وثبت، اللهم فثبتني على دينك، واستعملني بطاعتك، ولين قلبي لولي أمرك، وعافني مما امتحنت به خلقك، وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك، فبإذنك غاب عن بريتك، وأمرك ينتظر، وأنت العالم غير معلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك في الإذن له بإظهار أمره وكشف ستره، فصبرني على ذلك. شوف، صبرني على ذلك حتى شنو؟ حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. إذا يا ربي أنت حاب أنه ما يطلع إلا بعد مليون سنة، أنا أحب ما تحب. ما عندي محبة غير ما تحبه أنت يا ربي. هذا معنى المحبة الحقيقية، أن ما لك محبة غير ما يحبه حبيبك، وأنت تقول أن الله حبيبك. فإذا فليكن ما يريده الله عز وجل أن يفعله. لا أمر لي مع أمرك، ماض في حكمك، عدل في قضائك. وهكذا هكذا يخاطب عباد الله ربهم: حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، ولا أكشف عما سترته، ولا أبحث عما كتمته.
بعد ماشي ليش هالوجع الرأس هذه؟ وهذا السفياني اللي طلع وبيطلع متى في رجب وبعدين بصير كذي، وكتاب طالع روحوا يا جماعة كلكم اشتروه في 2009 بيطلع، اشتروا الكتاب وناس أنا شخصيا بعد اتصلوا بي حتى من برا في 2008 طلع الكتاب، إذا عندكم نسخ من البحرين جيبوا لنا، بعض دول الخليج اتصلوا قلت لهم انتظروا سنة واحدة 2009 إذا طلع المهدي عليه السلام بعد ما لكم حاجة بالكتاب، وإذا ما طلع الكتاب ما لكم حاجة ببعد لأنه بيصير كذاب. فحق وش تخسرون أنفسكم فلوس؟ حتى الشيخ ميثم السلمان كان إياي في الدراز في مناسبة محاضرة بمناسبة مولد الحجة عجل الله له الفرج، الشيخ ميثم السلمان صاحب مكتبة مداد، فأقول له شيخنا يبدو الكتاب طاح في كبدكم له ما حد اشترى، نخلص السنة 2009 خلصت وصلنا 2013 وما طلع. وذاك شوفوا عندنا في الروايات، عندنا رواية عن أئمة أهل البيت ما من أحد يوقت لخروجه إلا وكذبه الله. يعني لو أي واحد من هنا الحين واحد يقول أنا يلا لا والله سيدنا أنا بقوم وعندي خبر إن السنة الجاية بيطلع، أقول له قوم، أقول كان شاف أمك خير قوم، بتشوف رب العالمين بتشدبك. عندنا في الرواية هكذا إن هذا أمر أمري أنا مو أمركم، مو أمركم أيها البشر، أمر الله كما يعبر الإمام الصادق، وأمر الله إضافته إلى من؟ إلى الله عز وجل. شوف أمر الله، الله مو يقول لي ولا يقول لك أنت لا تتدخل فيه، يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله اللي ما أقسم بأحد بعمر أحد في القرآن إلا بالنبي، ما عدنا الله عز وجل من حقه أن يقسم بخلقه وليس من حق خلقه أن يقسموا إلا به، وكذي والفجر والليالي العاشر والعصر كذا، هذا من حق رب العالمين، هو يفعل ما يشاء كيف يشاء. القرآن عندنا مورد وحيد أقسم بعمر النبي، لعمرك، لعمرك يعني بعمرك يا رسول الله، عمر شريف يسوى طخة الأعمار هذه كلها مال السفهاء اللي ضيعوها في 40 سنة في وزارة مدمورة وفي 60 سنة في ملك و60 كذا. الله يقول لي عمرك الشريف يا رسول الله، لكن لما يجي رسول الله هذا فلان اغفر إلى يا ربي هذا كذي، ما يقول له يا رسول الله ليس لك من الأمر شيء، هذا شغلي أنا يا عبادي، يعني بتعبيرنا الحديث يا رسول الله إلزم حدودك، أنت رسول الله وعلى العين والرأس، لكن شنو؟ لكن كل واحد إليه حد، إلا الله عز وجل لا حد له، لأنه هو الخالق وهو الصانع وهو الرب. فلذلك ما تجي نسأل الله عز وجل ونقدر ونحقق ونقول هذا الأمر أمرنا إحنا، هذا الأمر أمر الله عز وجل، وليس لنا كعباد إلا التسليم. ولا أبحث عما كتمته، ولا أنازعك في تدبيرك، ولا أقول لما وكيف، يعني الأسئلة كلها سويتش أقفلها، قفل سويتش الأسئلة، سوى أوف أمام رب العالمين، طف الليتات ومش، لأن القائد رب العالمين. لما يكون القائد رب العالمين ما في احتمال الهزيمة، ما في احتمال الانكسار. كم هو جميل تعبير الشاعر عمر الفراء حينما يعبر عن أبناء حزب الله، وكان الله قائدهم. الله لما يقود الإنسان بعد هو الهدى، هو النور، هو الضياء. فبعد الإنسان ليش يسأل وين رايح؟ ليش وين رايح؟ ليش وين رايح؟ ما يحتاج. ولا أقول لما وكيف، وما بال ولي الأمر لا يظهر، وقد امتلأت الأرض من الجور، وأفوض أموري كلها إليك يا ربي. هذا هو التسليم الذي هو الدين الذي يأتي به الحجة من أجل أن يكون مهيمنا على كل الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والإسلام هو التسليم. إذا حينما نعي الإسلام، حينما نتواصل مع الحجة، فصلتنا وحبلنا الذي يربط بيننا وبينه
هو تسليمنا لولي الأمر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك، وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وعجل الفرج وسهل المخرج لوليك القائم المهدي، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه ومن مقوي دولته وسلطانه. اللهم ولا تحرمنا في الدنيا صحبته ورضاه، وارزقنا في الآخرة شفاعته، واحشرنا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الآن فقرة السحوبات والسلم.